بحث الحاضرون في هذا الملتقى إشكالية التفكك الأسري وتأثيره على قيم المجتمع، وباعتبار بناء الفرد أساس كل أسرة صالحة، عدد الأساتذة الباحثون أسباب الطلاق وسبل التقليل من نسبه. الشباب اليوم يتزوج بعد أسبوع، بعد 15 يوم نسمعوا طلاق. يعني هذه الأسباب اللي دعتنا أن نختار هذا الموضوع ونؤطره بمجموعة من الدكاترة مختصين في الجانب القانوني والجانب العلمي الاجتماعي والجانب الديني، وكله له ما يقول في هذا الموضوع. هذا حتى نحافظ على الأسرة لابد من تفعيل هذه القاعدة، قاعدة المكارمة والإحسان والمعروف. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وعاشرهن بالمعروف، فإمسانكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولهذا الشريعة نظرت أو أحكام الشريعة كلها راعت هذه القاعدة في كون أحكام الأسرة مرنة لا تشدد فيها ولا تعقيد ولا صرامة. الملتقى كان بمبادرة من المدرسة القرآنية مالك بن أنس لصاحبها مولاي تهامي غيتاوي، حيث شهد الملتقى فتح نقاش لبحث إشكالية التفكك الأسري. أن السبب الأول والأساس يأتي من ضعف الإيمان ومعرفة الله باعتبارهما إطارا أخلاقي وقائي وقيم مشتركة بين أفراد الأسرة، وعندما يضعف الإيمان يسقط جدار الحماية للأسرة. ويجب أن يكون للأسر دور كبير من أجل تعزيز قيم الإسلام وتحفيز الأبناء على اتباعها وتوفير بيئة أسرية صحية ومستقرة والتحدث مع الأبناء بصدق وصراحة. واحتفالا بالمولد النبوي الشريف واليوم الوطني للإمام، تم تدشين المدرسة القرآنية لمسجد أبي ذر الغفاري، وكذا تكريم عدد من حفظة القرآن والمشايخ.